الحقيقة إنه مشاركة المصريين في الخارج مشرفة جدا جدا، بنشوفها أهو من خلال الصور المختلفة، بنشوفها من خلال كاميراتنا في دول العالم كله، بنشوفهم وهم على استعداد وإقبال شديد، إن هم عارفين أهمية صوتهم، عارفين إنه هذا الصوت مهم جدا لدعم المسيرة التنموية ودعم حماية مصر من أي أخطار حواليها. وروسيا الحقيقة من برضو الدول المهمة جدا اللي فيها جالية مصرية وفيها الحقيقة عدد من المصريين. تعالوا نعرف برضو مشاركة روسيا أو يعني الجاليات المصرية في روسيا، ونشوف ده يعني انعكاسه بقى على هذه الانتخابات. تعالوا نروح نشوف الأستاذ أيمن عيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. صباح الخير. يعني الحقيقة أنه روسيا يعني أو الجالية المصرية في روسيا من أهم برضو الجاليات الحقيقة، فعايزين نتحدث بقى عن مشاركة هذه الجالية تحديدا بقى في تاني يوم، وهل عندكم أجازة النهاردة؟ فده ممكن برضو يكون لي يعني استعداد أكتر أو إقبال أكتر على الانتخابات. صباح الخير يا فندم. طبعا النهارده تاني يوم، وفعلا النهارده اجازه سبت وحد اجازه في روسيا. احنا بدانا اليوم امبارح كالمعتاد الساعه 9 صباحا حسب تعليمات اللجنه العليا للانتخابات، وكان الاقبال معقول كويس رغم بروده الجو، ورغم ان كان امبارح عمل، ولكن كان الجو كان طبعا يمكن طول اليوم ثلج نازل جامد، ولكن الناس جت وانتخبت، وده ومعظمهم من الشباب، وده دليل على الوعي بتاع وثقافة الشباب لحبهم لوطنهم. فكان الواحد فخور جدا، والناس كانت مبسوطة، كان فعلا عرس انتخابي. وطبعا كان برضو بنشكر السفارة المصرية في حسن الاستقبال، يمكن من الأمن وهم داخلين للابتسامة والترحيب بيهم، وبنشكر طبعا فخامة السفير نزيه النجاري على المجهود اللي معمول للسفارة لاستقبال المواطنين. فعلا عيد، فعلا هي دي مصر. طب عايزين نتحدث عن استعدادات السفارة بقى هناك والإجراءات اللي اتخذتها والتسهيلات تحديدا مثلا للكبار السن لأصحاب الهمم. كانوا بيستقبلوهم يا فندم من على يعني انا شفت منظر واحد طبعا ما كانش قادر يمشي، راجل كبير في السن، فطبعا استقبال يعني بقول لحضرتك يمكن الامن بيجيبهم من بره ويشيلهم ويجيبهم ويساعدهم. واذا هي دي مصر، هي دي بلدنا يا فندم، هي دي بلدنا وحبهم، ودي طبعا انت جاي بيت مصر، جاي بلدي، بحكم هو ده الشعب المصري الاصيل. بحكم حضرتك رئيس الجالية طبعا يعني أكيد بتتجمعوا طبعا قبل يعني بداية هذا الاستحقاق، شايف حضرتك إيه الأحاديث بقى اللي بتتم ما بين المصريين ودوافع، وأكيد هم في انتظار ملح جدا أنه هذه الانتخابات أنها تبدأ، فيعني كانت الأحاديث عاملة إزاي وتحديدا من الشباب؟ يعني أنا عايز أسمع صوت الشباب أكتر وأشوف هم بيفكروا إزاي. والله كل الكلام بيبصوا لمصر، للجمهورية الجديدة، شايفين بلادهم بتحسن. الكلام ده يا فندم كنا احنا لابسين العالم كله، كان كل واحد يقول يا امتى مصر تبقى زي دي، امتى مصر بقت مصر اهي اللي احنا كنا بنتمناه، لقيناه بيتحقق في بلدنا مصر. طب احنا عاوزين ايه تاني؟ احنا فخورين ان في مصر في حياة كريمة اتعملت، وبعدين طلع خطوة 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 لحد ما نشوف. وبعدين في ناس المغرضين يقول لك دي معموله لاولادنا، واحنا هنموت بكره، ما احنا عايشين وشايفين كل يوم حاجه بتحصل. احنا شايفين كل حاجه بتحصل يا فندم. وبعدين انا عاوز اقول حاجه. اتفضل. بعد اذنك ممكن طبعا اقولها؟ اتفضل. الرئيس تملي بيتكلم وفي ناس برضه بترد، لكن انا عاوز اقول لسياده الرئيس حاجه، ما تقتنعوش بكلام ينقال غير كلام الرئيس السيسي ما بعده كلام. بدعي واقول ربي يخليك ليلى لاجل اولادنا الجايين بعدينا. طبعا يعني هو يستاهل طبعا، اكيد حجم الانجازات اللي بلد. حصل. اتفضل. اتفضل يا فندم. امور يا فندم. بقول لحضرتك حجم اكيد الانجازات اللي حصل الفتره الاخيره والمشروعات القوميه اللي تم، يعني كيف تروا هذه الانجازات؟ يا فندم ده فخر يا فندم، احنا والله لحد دلوقتي في ناس
مش مصدقه ان دي مصر، لما بيشوفوا المشاريع، بيشوفوا العلمين، بيشوفوا العاصمه الاداريه الجديده، بيشوف حاجه جميله جدا. الشوارع ماشيه ازاي، والطرق كان في على طول تلاقي احداث ومصابين وحوادث. دلوقتي ما شاء الله الحمد لله. ده اللي ما يشوفش، في مثل معلش عشان انا شرقاوي، اللي ما يشوفش من الغربان يبقى اعمى. احنا ناس مثقفين وبنحب بلدنا وشايفين اللي بيتعمل. طبعا انا ملاحظه انه حضرتك او الجاليه تحديدا المصريه في روسيا انها متابعه بشكل يعني كبير جدا ما يحدث في مصر من الداخل، فيعني المتابعه دي الحقيقه رائعه جدا، وده الحقيقه اللي احنا كنا دايما كنا بنتمناه قبل 2014، انه يبقى في التواصل المباشر ما بين ابنائنا في الخارج وما بين الوطن الام. ولكن طبعا السوشيال ميديا سهلت اكتر والمتابعه زادت اكتر على فكره ان احنا بنشوف هذه الانجازات بشكل يعني مباشر بالكاميرات وبالفيديوهات، فده الحقيقه سعيده بيه جدا. يا فندم احنا متابعين لان احنا متواصلين مع الوطن، احنا بننزل على طول مصر في كل اللي موجودين هنا مرتين وثلاثه، وكل ما واحد ينزل ويجي يلاقي حاجه جديده، واحنا بنقول ما شاء الله طبعا يلاقي حاجه جديده. يبقى بعد كل ده فخر لينا، الواحد ماشي في الشارع فخور ان هو مصري. وفعلا لو لم اكن مصريا احنا حسيناها بقى دلوقتي. لو وددت ان اكون مصريه، في ناس ما فهمتهاش زمان لكن فهمناها دلوقتي. ودي نعمه من ربنا ان احنا مصريين. انا بشكر حضرتك الاستاذ ايمن عساوي الحقيقه رئيس الجاليه المصريه في روسيا، حماس حضرتك واصل جدا جدا وده نابع اكيد من القلب، وهو دي او هي دي المشاعر اللي الحقيقه واصلة كل قلوب أبناء المصريين في الخارج. بنشوف منهم اللي بيعبر بده عن طريق الفيديوز اللي احنا بنشوفها، رفع الأعلام، بنشوف ده من خلال حتى اللقاءات اللي بتتم معاهم، أيضا بنشوف ده حتى من خلال مشاركتهم في حد ذاته إن هو يروح لغاية اللجنة في ظل مثلا ظروف طقس معين، ولكن هو مصر وعايز يروح عشان يدلي بصوته وعارف إن صوته مهم جدا. ده في حد ذاته هذا الصوت يعني صوت داعم للدولة المصرية ودعم مسيرة النماء.